بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. كانت إحداهن تقف هنا تسير بين الحضور تبحث في أعينهن عن الطمأنينة. ريحانة، آخر مرة التقيتها كان في نفس المنطقة، كانت في وقفة تضامنية مع أو في تكريم معتقلي سفالة. لا أعتقد بأن اعتقالها واعتقال رفيقاتها مستغرباً بالنسبة لهن، فكل مواطن في البحرين يقطن في منطقة معارضة هو مشروع اعتقال وعرضة للتمييز. ريحانة ونفيسة وصديقة وغيرهن، لا يوجد لدي الكثير لأضيفه لسلسلة الانتهاكات التي يتعرضن لها بشكل يومي. فهن في المعتقل يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي، يتعرضن للمعاملة الحاطة بالكرامة، وهو الأمر الذي ينافي المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين والتي تدعي بأنها تلتزم بتطبيقها. ريحانة تحديداً لا زالت حتى اليوم محرومة من توكيل رسمي لمحاميها، ولكن من هنا أيضاً أود أن أوجه عتب للمحامين. أشكرهم بالبداية على الجهود التي يبذلونها للترافع عن المعتقلين، ولكن تحاول النيابة العامة والتحقيقات الجنائية الانتقام من المعتقلين والضغط على المحامين في إخفاء ما يتعرضون له هناك. وللأسف سكوت المحامين عن الإدلاء ببعض المعلومات للحقوقيين وللشأن العام يسهم في فبركة القضايا لهؤلاء المعتقلين، كما حدث بالنسبة لي ريحانة ونفيسة تحديدا. التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون طبعا في المعتقل يأتي انتقاما من كونهن معارضات، فالمعارض يعتقل ويعذب بينما يبرأ المجرم والمنتهك. المجرمون والمنتهكون في البحرين يتم تغطية أفعالهم وانتهاكاتهم قانونيا عبر قانون 56 سيء الصيت. طبعا قانون 56 الذي يعني ساهم في تفشي سياسة الإفلات من العقاب أعطى صبغة قانونية وأعطى أو أطلق اليد التامة إلى المنتهكين لممارسة أبشع الانتهاكات تجاه هؤلاء المعتقلين. لا نستغرب ولن نستغرب الآن يعني أن نسمع بانتهاكات جديدة واستمرار إلى المعاملة الحاطة بالكرامة التي تتعرض لها المعتقلات، ولكن رسالتي لكن جميعا ولكم جميعا وتحديدا لكم جميعا، لا تتعودوا على بقاء نسائكم في السجون، لا تتعودوا على بقاء نسائكم في السجون. شكرا.